تتكون الأرض من أربع طبقات أساسية، هي القشرة الخارجية الصلبة، الستار الساخن شبه الصلب، واللب الخارجي السائل والداخل الصلب، وبتشكل القشرة الصلبة والطبقة العلوية الصلبة من الستار منطقة اسمها الغلاف الصخري. القشرة الأرضية ما بتمتد على الكرة الأرضية مثل كتلة واحدة متصلة، هي بتتكون من 20 قطعة متداخلة بين بعضها واسمها الصفائح التكتونية. هي بتشبه بتداخل قطع البازل أو الأحجية يلي بتحتوي على صورة لازم تكملها قطعة قطعة. بيكون الغلاف الصخري عبارة عن عدة صفائح تكتونية، وهي الصفائح دائمة الحركة، ممكن لحركتها أنه تسبب بناء جبل أو انفجار بركان أو حتى حدوث زلزال، وهالشي بيصير بشكل مستمر وبيصير يومياً ما يقارب نصف مليون زلزال حول العالم. معظمها ما بنشعر فيها لأنها ضعيفة أو بعيدة عن السطح أو بعمق البحر، وبالمقابل في زلازل قوية كتير منحس فيها عن بعد آلاف الأميال. الصفائح التكتونية بتتحرك بمسافة ضئيلة كتير كل سنة من 1 إلى 20 سنتيمتر بالاقتراب أو الابتعاد عن بعضها، أو الاحتكاك بين صفيحتين، بالاقتراب بين صفيحتين بإحدى الأماكن واحتكاكهم مع بعض فترة من الزمن، هذا الشيء بيؤدي لظهور الفالق. ببعض الأحيان بتنزلق الصفيحتين عن بعضهم، بس بالغالب بيتداخلوا بشدة وبيضغطوا على بعض فترة، وهالشي بيؤدي لحدوث الزلزال. الهزات الارتدادية هي زلزال صغير بتصير خلال أيام أو شهور أو حتى سنين بعد ما يصير زلزال بمكان معين، والهزة الارتدادية هي تعديلات أرضية وبتكون غالباً قريبة من المناطق يلي تضررت بالزلزال الكبير. رسموا